التيار الصدري يرفض جملة وتفصيل أي مرشح يطرحه الإطار التنسيقي. طب هنا يأتي سؤال، التيار الصدري ليس لديه تمثيل في البرلمان، استقال من البرلمان، 73 مقعد الآن شاغر مقاعد التيار الصدري وليس لديه تمثيل في البرلمان. السيد مقتدى الصدر أعلنها في الآونة الأخيرة أنه لن يتدخل ولن يعمل في السياسة بعد الآن من منطلق شرعي أيضا. وبالتالي ما هو التأثير الذي يمكن أن يقوم به التيار الصدري على الإطار لفرض إرادته على الإطار؟ كيف؟ مساء الخير عليكم، ومساء الخير على ضيفك، ومساء الخير على مشاهدين قناة التغيير. يعني الأكيد كلنا نعرف أن التيار الصدري له قاعدة جماهيرية عقائدية ديولوجية تؤمن برمزية السيد مقتدى الصدر. هذه الجماهير والسيد مقتدى الصدر لن يسمح إلى الإطار التنسيقي بالذهاب باتجاه تشكيل حكومة. هو يستشعر أنه إذ ما ذهب الإطار باتجاه تشكيل هذه الحكومة سوف يغير موازين جميع الخارطة السياسية، وسوف يستمر باتجاه أن تكون هنالك تضاد كبير إلى التيار الصدري، وبالتالي لا يؤسس إلى ما يريده السيد مقتدى الصدر باتجاه تغيير ولو جزئي في التوافقية السياسية باتجاه الأغلبية السياسية. بالتالي الإطار التنسيقي أيضا يستشعر هذا الشيء، وحتى قبل الانتخابات عندما انسحب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات أبى السيد الإطار التنسيقي أبى أن يذهب باتجاه أن يذهب للانتخابات بمفرده، وبالتالي حاول جاهدا الذهاب إلى السيد مقتدى الصدر، وهنالك قد وقعت عقود وعهود ومواثيق فيما بينهم، وبالتالي عاد السيد مقتدى الصدر إلى الخارطة السياسية أو إلى البرلمان. نحن جميعنا نعرف منذ 2005 ولحد هذه اللحظة السيد مقتدى الصدر كان هو اللاعب الأساسي في تشكيل جميع الحكومات، وكان هو من يصنع ومن يجعل رئيس الوزراء يتبوأ هذا المنصب. بالتالي الإطار التنسيقي يرى أنه الأمانة والضمانة بوجود التيار الصدري.